عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بمتابعين الكرام، متابعين قناة التوأم فود. إن شاء الله تكونوا بصحة وخير وسعادة ورشاقة وراحة بال. عملنا السحلب دايت بطريقة صحية جدا، إن شاء الله تجربوها. والحمد لله أهم حاجة في الدايت ما يكونش فيه حرمان، كل حاجة بنعملها بس بطريقة صحية. المشروبات الحلوه جدا اللي الناس كلها بتحبها في الشتاء وما تقدرش تستغنى عنها، ده حلو قوي بيدفي. وعملنا صحي الحمد لله، وزينا بصوص الشوكولاته اللايت الصحي، هتلاقوه برضو على القناه. ممكن تستغنوا عنه عشان ما تزودوش برضو سعرات، بس هو لايت يعني، ممكن تحط حاجه بسيطه زي ما انا حاطه كده، وحلو جدا ومفيد للاطفال وطعمه احلى من السحلب العادي، وكله حاجات صحيه. لو عملنا للاطفال نحط لهم عسل نحل بدل السكر الدايت، وان شاء الله تجربوه. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة والتعليق بذكر الله. المقادير معانا: معلقتين صغيرين شوفان على كوباية لبن خالي الدسم. الشوفان ده انا بجيبه من عند العطار خشن، وبحمصه نص تحميصة واطحنه في المطحنة بتاعت الخلاط، ده اضمن، عشان الشوفان اللي احنا بنجيبه دي الشوفان الجاهز بيزودوه ودي ابيض. دي مستكة بنجيبها من عند العطار، بنجيب العلبة كده زي ما هي اهي. هناخد فص مستكة هنحطه، وهناخد شعرة فانيليا على حرف المعلقة كده، لو عندك فانيليا سايلة تحطي نقطة. وهنحط نص باكو سكر دايت او نص معلقه عسل ابيض، هنقلبه كويس قوي، ونروح نحطه على النار. نفضل نقلبه كويس. الجوز الهند والسوداني ده للزينه، وكل واحد يضيف الحاجه اللي هو بيحبها. هنخليه كده على نار هاديه ونقلبه لحد ما يبدا يتقل. بصوا كده غلي والقوام تقل، اللي حابب يتقله عن كده يزود عن المعلقتين، طعمه احلى من السحلب العادي وصحي جدا. احنا جبنا هنا صوص الشوكولاته اللايت اللي احنا عملناه مع بعض، هتلاقوه على القناه. حطيته كده في بمعلقه هنا في الكاس كده، وهنبدا بقى نصب السحلب. بصوا القوام بتاعه حلو قوي زي السحلب العادي، وطعمه احلى كمان من السحلب العادي، وصحي حلو قوي، ينفع للاطفال، حلو ومفيد جدا. جربوه ان شاء الله يعجبكم. ممكن نحط له على الوش جوز هند، مشبعة جدا وصحية. ممكن نحط اي مكسرات احنا نحبها، بس لو هي سعراتها عالية بلاش، ما نزودش. ونحط كمان رشة قرفة، قرفة طعمها حلو قوي معاه. ونحط ده صوص الشوكولاته اللايت اللي قلت لكم عليه، اللي انا عملت بيه الكوبايه. هنحط، هو لما بيقعد في التلاجة كده بيمسك وبيبقى حلو قوي، جربوه ما نزودش، بس ان شاء الله يعجبكم. ان شاء الله تجربوه ينال اعجابكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، والتعليقاتكم انا مستنياها، وان انتوا تشاركوه بقى على صفحتكم، دي حاجة حلوة عشان كل اصدقائكم وكل الناس اللي بتحبوهم عاملين دايت يستفيدوا. شكرا لمتابعتكم.